ولدت بوزن 350 غراماً فقط عند الولادة، لكنها نجت وعاشت. نتحدث عن الطفلة المعجزة زهرة ليز. طبعا هي ولدت يوم 22 من فبراير، وعند مغادرتها المستشفى بلغ وزن الطفلة 3 كيلوغرامات. مع العلم أنها ولدت في مستشفى سينت فرانسيس بولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث وضعتها أمها أو أمها في الأسبوع 22 من الحمل فقط. وكانت الأم تعاني من التهاب رئوي حاد عندما أدخلت إلى المستشفى بعدما جاءها المخاض مبكرا. طبعا غادرت مشاهدينا هذه الطفلة الخميس الماضي المستشفى وسط احتفال كبير من جانب الفريق الطبي الذي أشرف على رعايتها. سبحان الله يا سماء، هاي المرأة القوية، شفتي شلون؟ من أنصار المرأة، أكيد من أنصار المرأة، ولكن بالفعل هن ما هن الأجنة الإناث أكثر قوة وأكثر قدرة على التحمل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.